اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، وحلقه جديده من برنامجكم حش عراق. تقدرون تشوفون كل حلقاتنا على المواقع اللي تطلع دائما في اسفل الشاشه على السوشيال ميديا انستغرام والفيسبوك واليوتيوب، وايضا تقدرون تتواصلون ويانا على موقعنا الخاص www.صوتالمستقبل.com. اليوم في حلقه هذا اليوم حنتناقش حول الغرامات اللي تفرض من قبل دائره المرور العامه حول المركبات اللي عاده تكتب عبارات خلف السيارات، واليوم حنبدا نشوف اغلب السيارات اكو عبارات، واحيانا تكون العبارات يعني غير لائقه، يعني خاصه لما اكو تسوق وقدامك سياره كانت بعلاق عباره غير لائقه وانت وياك عائله، فممكن يعني هنا يحتاج اكيد وقفه. وحتى نتكلم اكثر في هذا الموضوع يعني بالاستوديو ضابط العلاقات العامه في دائره المرور العامه الرائد حيدر محمد. حياك الله استاذ. حياك الله دكتور مصطفى، تحيه طيبه لكل مشاهديكم عبر مواقع السوشيال ميديا. اكيد موضوع مهم ان شاء الله نتحدث فيه وانه على الساده المستخدمين الطريق المشاهدين بصراحه. استاذ يعني هذا القانون هسه عرفنا حظك انه هو قانون قديم. نعم تمام. اريد اعرف شنو نوع الغرامه اللي تفرض على هؤلاء السائقين المركبات. نعم بالبدايه يعني حقيقه هو ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الموضوع، والموضوع انه هذا موجود حتى في قانون المرور رقم 86 سنه 2004، يعني قانون المرور القديم. قديم نعم. مخالفه مروريه موجوده حالها حال كل المخالفات اللي موجوده. زين. ايضا في قانون رقم 8 سنه 2019 قانون المرور الجديد هو مخالفه مروريه الماده 25 ثالثا غرامه ماليه تفرض على المركبات قدرها 50,000 دينار عراقي. الفقره ياء كل المركبات اللي تخلي هاي ملصقات الزينه. نعم. او الاعلانات او الرسوم او الكتابه على الكتابه عبارات على الزجاج الخلفي او الامامي وجوانب المركبه هي مخالفه مروريه منصوص عليها غرامتها 50,000 دينار. 50,000 دينار. زين اكو عبارات يعني احنا حتى اكو عبارات صراحه مرات تضحكنا، يعني من نشوفها خاصه انت ضايج ومسترس في الازدحام ممكن تقراها، مثلا ايش وقت الفرج مثلا، يعني او فتشي او من جد وجد ومن ركب هذا التاكسي فسد مثلا. نعم. يعني اكو عبارات تضحك، ولكن اكو عبارات خادشه للحياه. التعامل مع الكل سواسيه ام اكو يعني فرز للموضوع؟ لا هي كل الكتابات والعبارات على المركبات زجاج الخلفي او الامام المركبه هي مخالفه مروريه. زين هي ليش تعتبر مخالفه؟ العبارات اللي تخدش الحياه. نعم. المخله يعني بالذوق العام. نعم. ايضا لان تعتبر مخالفه. احنا كنا متفقين اليوم انت اذا سائق مركبه عدم انتباهك لمده ثواني سبب له حادث مروري. صح. فكيف ما يعني احد الاخوان الحقيقه يعني هذا اني استوقفت سائق المركبه يعني كاتب ابيات من الشعر يمكن اكثر من بيتين ثلاثه. صح. واستوقفته تكلمت وياه قال والله حقيقه يعني هو بيت شعر حزين كان. قلت له شنو الفيلم؟ قال والله اخوي متوفي. وانا قلت له الله يرحمه لاخوك، لكن انت احتمال اخوك توفى، احتمال انت راح بسببك يصير حادث مروري. صح. وتوفون اشخاص اخرين. صح. لان احنا اليوم المشكله احنا يعني انا كسائق مركبه اليوم من اشوف شيء غريب امامي او عباره او رسم يصير عندي فضول انه اقراه. صح. او اعرف شنو معنى هذا الرسم. صح. اكو بعض الاخوان يخلون الرموز مال السناب شات او مال السناب يخلون على المركب، مو صحيح؟ صح. فانت يصير عندك فضول انه شو؟ صح. خصوصا اذا اغلب سواقنا ما شاء الله ما ملتزمين بالسرعه المحدده. صح. فقد يصير حادث. اكو حتى ارقام تليفوناتهم. ارقام تليفوناتهم ارقام رموز ما شابه. فاكيد يعني. صح. عدم الانتباه قد يسبب حادث. زين هسه هي ظاهره موجوده. نعم. ومستمرة لغاية. نعم. الآن يعني أنا وجايك قرأت لي واحد حاط رقم تليفونه كاتب أي واحد يحتاج شيء خابرني، أما أعرف شو يحتاج أنا اللي خابر، ولكنه يعني ليش الظاهرة ما توقفت في ظل وجود غرامات؟ حقيقة يعني توجيه السيد مدير المرور العام لكل مفارزنا في بغداد المحافظات بالمحاسبة على هذه المخالفة. مخالفة قبل أن تكون ظاهرة. وهي ظاهرة حقيقة مسيئة لثقافتنا وتربيتنا، خصوصا الشعب العراقي شعب معروف تاريخه ومثقف. فهذه المخالفة بتوجيه السيد مدير المرور العام بدأت مفارزنا بالمحاسبة عليه في بغداد المحافظات. أيضا مو فقط غرامة، تحجز المركبة يشيلون هاي يزيلون يعني هاي العبارات أو الرسوم أو ما شابه أو ملصقات زينة وتخرج وراها المركبة. مفارزة بدأت المحاسبة ومستمرين بالمحاسبة. زين المشكلة يعني احنا نشوف هسه وكيد حضرتك تعرف يعني السيارات الحديثة ما تحط عبارات وملصقات، المشكلة بسائق سيارات التاكسي والكية يعني والباصات يعني حتى الدراجات النارية والدراجات النارية والتوك توك. يعني التوك توك يعني أنا ممكن شوي أطلع له حلقة، يعني التوك توك أكو زيادة كبيرة بالتكاتك في العراق. نعم في أعداد صحيح. وهذا مأثر حتى على مهامكم، يعني
اكو فت قانون لهذا الموضوع يعني دي يأذون الشارع ودي يأذون رجال المرور ايضا. دكتور مصطفى، هي الدراجات الناريه هي كلها التوك توك والستوته وايضا الدراجه النارية ذات العجلتين هي كلها دراجات ناريه. في قانون المرور رقم 8 سنه 2019 تعامل معامله المركبه، يعني نفس الغرامات نفس القواعد عليها، تسرع على المركبه تسرع عليها. فاحنا كمديره مرور عام يعني يمكن قبل اكثر من شهرين ثلاثه وجهنا كل اصحابنا اخواننا اصحاب الدراجات الناريه يتوجهون الى مجمعات التسجيل يسجلون دراجاتهم الناريه. زين. ايضا البعض يعني اكيد من اليوم نشوف مخالفه من الدرجه الاولى او الدرجه الثانيه خطره يرتكبها سائق دراجه ناريه، فهنا تحجز الدراجه ما راح تخرج الا يكمل اجراءات معاملتها. يعني مخالفات كثيره عكس السير، طبعا عكس السير يعني حتى الحوادث هم سببها التوك توك والستوته، خصوصا انه يعني انا داحشي من قهري يعني يوم ضربني ستوته جاي اقول لك يعني الحمد لله على سلامتك الله يسلمك يعني. ولكنه حتى من اجى رجل المرور بصراحه ما قصر، لكنه يقول لك انا ما عندي فلوس صحيح وانا على باب الله صحيح وعندي عائله، فبالتالي انت تتعاطف. يعني هل من الممكن انه يصير اكو يعني تقنين لهذه السيارات التكاتك والستوتات؟ احنا نعرف انه يعني كمساله استيرادها هي ما تابعه لمديريه المرور العام. ايه يعني مساله استيرادها حتى المركبات انه اعداد المركبات مرتفعه جدا عندنا في بغداد والمحافظات، احنا مساله استيراد هاي ما تابعه لمديريه المرور العام، يمكن المنافذ الحدود الجمارك هي المسؤوله عن استيراد ودخولها للاعراب. لكن كمديريه المرور العام احنا جادين في كل يعني كل المعوقات اللي موجودة في الشارع العراقي في المحاسبة المخالفين، لكن أيضا إحنا ندعو يعني إخواننا سائقي المركبات سائقي الدراجات النارية التعاون مع رجال المرور من خلال الالتزام. يعني إذا حضرتك إذا أشوف يعني مثلا هذا الموضوع اللي نتكلم عليه اليوم موضوع الكتاب على زجاج المركبات، يعني أحد الإخوان استوقفته كاتب البيت المابي كان ما يعني والله كتابات، واحد الاخوان للطفه احد الاخوان كاتب اعز الناس المرور موجود عندنا اعز الناس المرور يعني ما حد يغمر حتى ما حد يحاسب صح. فيعني يعني ندعوهم انه اليوم يتكلمون على موضوع الغرامات، المرور جاي تغرمنا المرور جاي تغرمنا يا اخي انت لا تخالف هاي جاي نقول لك هاي مخالفه مروريه صح، احنا جاي نوعيك جاي نثقفه جاي نوعيك نقول لك هاي مخالفه مروريه زين، انت لا تكتب هاي العبارات حتى احنا بنحاسبك. مراتك واحد يعني يشتري السياره هي مكتوبه بها العباره ويشوفها ويستلطف العبارة، يعني وش الأغلب يعني حتى نكون احنا واضحين قليل اكو عبارات غير لائقة وخادشة شيء الحياة نعم قليل صحيح. الأغلب هي يعني كوميدية يا أما تكون أبيات شعر حزينة. احنا مو ضد هاي العبارات، لكن هي المشكلة احنا ما نريد يصير حادث من حادث. السبب حادث يعني هو الشخص. السبب الرئيسي لهذا الموضوع هو انه ممكن السائق الخلفة ينتبه وبالتالي يصير اكو حادث، اكيد هي اكيد لان اما حادث مروري اما عبارات يعني خادشة الحياة خادشة الحياة صح. فاحنا بدأت من الأمور العامة بالمحاسبة على هذا الموضوع، وهو سألت فقرة قانونية موجودة في قانون المرور، يعني مو فقرة أضيفت حديثا هي حتى في قانون المرور القديم موجودة وحاليا هي موجودة، يعني فقرة قانونية موجودة ودي يتم فرض غرامات حاليا على هذا الموضوع. اكيد زين اوكي انا سألت السؤال حتى يعني الاعلام العراقيه ايضا غير مسموحه على الملصقات على السيارات، احنا علم عراقي يعني ما نقدر يعني نحاسب على العراق، هذا علمنا ما نقدر نحاسب، بس واحد يكتب يحط علم ويسوي جوه عباره كوميديه حتى لا العباره حسابه واحد. استاذ حيدر انا اتمنى يعني من حضرتك فد رساله لسائقين المركبات حول اغلب المخالفات بصوره عامه وحول هذه العبارات الكوميديه والغير يعني الحق. اول بدايه حوادث مرورية كثيرة جدا جاي تصير عندنا في بغداد وباقي المحافظات، يعني إذا أرد أحصيكم خلال أسبوع واحد يمكن سجلنا ما يقارب فقط الحوادث اللي بها وفيات ما يقارب 8 حوادث بها إصابات ووفيات خطرة جدا في المحافظات. هذين الثمان حوادث يعني 6 منهم كانوا هو مخالفة السير عكس الاتجاه 6 من هذه الحوادث، وحادثين كانت هو الاستدارة من استدارة غير قانونية وعدم تأكد من خلو الطريق من المركبات أدى إلى الحوادث. هذا موضوع الحوادث المرورية لازم نتعاون به، لازم نكون على ثقافة ودراية إنه ما تبعات هذه الحوادث المرورية، حتى من خالف بعض المخالفات تحسب منه حوادث مرورية. أيضا موضوعنا اليوم هو العبارات الخادشة للحياة، هذه مخالفة مرورية موجودة في قانون المرور القديم رقم 86 سنة 2004 وموجودة في قانون المرور رقم 8 سنة 2019 المعمول به حاليا. فاحنا نتمنى حتى اخواننا سائقي المركبات احنا موجودين كمديرية مرور عامة وواجبنا خدمتكم، لكن ايضا نتمنى منكم التعاون بالابتعاد عن المخالفات المرورية حتى تتم محاسبتكم وفرض الغرامة المالية المنصوص عليه. ان شاء الله يا رب يلتزمون بهذا الكلام. رائد حيدر محمد انا جدا سعيد بحضورك ونورتني اليوم. اشكرك شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين اكو بعض العبارات هي عبارات يعني ممكن تكون يعني واحد يحب
إنسانة ونشوف يكتب لها أحبك وللموت ما أعوفك ومشتاق لك. أنت إذا مشتاق لها روح لها، وإذا تحب لها تزلها رسالة، لأنه فعلا اليوم أنت يعني مرات يعني إحنا صار عندنا حوادث، ثانيا باع التليفون يسرقوا حادث، ثانيا صار عندي فضول أريد أشوف شكل هذا الكاتب هاي العبارة اللي يحب هاي البنية اللي هيجي. فبهاي اللحظة ممكن يسرقوا حادث، ممكن أني يعني أرتطم بي أو أوقف أحد يجي يرتطم يعني بي، وبالتالي يعني هذا بالأخير هو للمصلحة العامة. نتمنى الالتزام بهذا القانون. أعزائي المشاهدين، وصلت وياكم نهاية حلقتنا هذا اليوم، انتظروني بحلقات القادمة. في مال الله.